أعرف مين منكم تابع مسلسل سوق الحرير يلي بتدور أحداثه بدمشق بفترة الخمسينات. كل الأحوال خلونا ننشط الذاكرة شوي. بسوق الحرير تعرفنا على عمران التاجر المعروف بالسوق ويومياته مع نسوانه الثلاثة خديجة، كريمة وأمر وأولاده وبناته، وكمان تعرفنا على خالته أم عادل يلي جاية من فلسطين وبنتها المشكلجية صباح. ومثل كل الحكايات كانت عيلة الحرايرة عايشة بروى لحد ما بلشت المصايب تنزل عليهم من كل الجهات، تحديدا مع خناقات الضراير. عيلة الحرايري مخبية سر قديم تارك حسرة بقلب أم عبدالله أمه لعمران بعد ما خسرت ابنة عبدالله يلي قتل تاجر بسوق الحرير واختفى، وما عاد حدا عرف إذا لساته عايش ولا لا. بس طبعا نحن كمشاهدين بنعرف إنه عبدالله إيه لساته عايش، بس كمان هو في فوق راسه ألف مصيبة تمنعه يظهر هويته. لهيك شفنا بالجزء الأول كيف تنكر بهيئة شغيل بسوق الحرير اسمه غريب. ومثل كل الحكايات مثل ما في بطل شهم وطيب في كمان الأشرار وإقلال الأصل، وبسوق الحرير منهم كتير وعلى راسهم شحادة وصابر وزياد. ومثل كل القصص والحكاية كل ما نفكر انه المشكلة انحلت بتتعقد اكتر واكتر. لهيك انتهى الجزء الاول من العمل بتحول عرس عفيفة اخته لعمران لمصيبة بعد ما خطف شحادة ولاد عمران. واكيد بتتذكروا المواجهة يلي صارت بين عبدالله وشحادة ويلي انتهت بانه كل اهل الحارة عرفوا انه عبدالله هو ذاته غريب. بهذا المكان انتهى الجزء الاول من سوق الحرير بصوت رصاصتين طايرين بالهواء. وين راحوا؟ ومين صابوا؟ ويا ترى ماتوا ولاد عمران؟ تابعونا بالجزء الثاني من سوق الحرير لنكمل حكي حكايتنا.